تقدم البنوك العادية القروض الربوية بصورة صريحة، أما البنوك الإسلامية فيعتقد أنها لجأت للتحايل لتقديم قروض تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أشهر تلك الأشكال بيع العينة والتورق. أما بيع العينة فهو أن يبيع التاجر للمشتري بضاعة ما بالأجل بحيث تصبح دينا على المشتري، ثم يعود هذا التاجر لشراء نفس البضاعة من المشتري ولكن بثمن أقل، ويقدم المال للمشتري ثم يتفق مع المشتري على أن يسدد له ثمن البضاعة بالتقسيط. وسميت عينة لأنها وسيلة لإعانة المحتاج، وقد اتفق جمهور الفقهاء على منعها. أما التورق فهو كالعينة، لكن يدخل في الصفقة طرف ثالث، بمعنى أن البنك يشتري بضاعة ما من السوق ويبيعها للمقترض بالآجل، الذي بدوره يصبح مدينا للبنك بقيمة البضاعة، وللمقترض حرية بيعها لمن يشاء، فإن باعها إلى طرف ثالث ليحصل على النقد الورقي أصبح ذلك تورق، وإن باعها إلى البنك الذي اشترى منه صار ذلك بيع العينة المذكور سلفا، وفي الحالتين يسدد المقترض دينه البنكي بالقسط. وقد اتفق جمهور العلماء على جواز التورق لأنه من أشكال البيوع الواضحة التي لا لبس فيها، واستندوا لقوله تعالى وأحل الله البيع، بينما اعتبرها ابن تيمية تحايل على الربا استنادا لنهي النبي عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. والتورق بمعناه الحرفي فيه نفع كبير، لأنه يشجع المصارف وعملائها على المتاجرة وتحريك دورة رأس المال، لكن الواقع يأتي أحياناً بغير ذلك، فالتورق عملياً ما هو إلا مجموعة أوراق يوقعها العميل ليحقق الصفقة صورياً، ثم يحصل بعدها على القرض دون أن يرى البضاعة أو أن يكون له خيار البيع لغير البنك. فما رأي الشرع في تصرف البنك وحال المتورق الذي يتكبد تكلفة أعلى ابتغاء مرضات الله؟